بين الفريقين فيوتشر يسعى للنقطة السابعة ونادي إسترن كامباني يستعد من أول ثلاث نقاط له في هذا الموسم. تحية على الكورة، لعيب كويس جدا ما شاء الله شفناه في المباريات الثلاث مع فريق نادي إسترن كامباني، وأدي فاروق يسدد أول واحدة. الواحد عايز يعدي عمر لكن يحط الكرة عند رفعت، يا ولد يا ولد ترقيصة حلوة، رفعت يهيئ الكرة في الطرف الأيسر إلى جوزيف، ضغط من فيوتشر وعرضية ومحاولة عند مروان محسن، ولكن صابر الشيمين تسديد بهدف أول جميل، تسديدة بهدف أول جميل. الجبهة اليمنى اللي قلت لك منتظر تبقى جبهة قوية، هو عمر كمال عبد الواحد على يمين حارس المرمى عمرو حسام، يا سلام وقف وشاط، يا سلام على الهدف الجميل، هو عمر كمال عبد الواحد. أدي الكورة طلعها صابر الشيمي، عمر سندها بقدمه وخدها على الطاير واحدة هوب في المرمى. أول أهداف فيوتشر في المباراة هو عمر كمال عبد الواحد، أهو عدلها وشاط، يا يا سلام يا سلام. هنا مودي حط جسمه، حكم المباراة بيقول العب، رفعت مع الكورة في الزاوية بتاعته على العدلة بتاعته على عرضية مروان، وبرافو عمرو حسام، حلوة العرضية من أحمد محسن، من عفوا من أحمد رفعت، ركنية قلت لكم على عدلته، يا ولد يا رفعت لعب عرضية مروان ارتقى، ولكن عمرو حسام براسه وعلى طول المرة دي ينقذها عمرو حسام وإلى ضربة ركنية. حلوة يا مروان، حلوة قصيرة لمصطفى البدري اللي بيرجع لجوزيف يلعب العرضية، جوزيف لفاها حلوة، ولكن عمرو حسام نزلت الكورة عند الخطير والمرعب أحمد رفعت المزعج، عدى مر رفعت مرة تانية، عرضية ولكن المرة دي محمد عبد المنعم اللي بيسلم الكورة عند كريم ندفد، يلعب واحدة طويلة وأمامية، ومحمد فاروق استلم، حط جسمه خدمته الكورة، خدها محمد فاروق يهيئ الكورة، يا سلام يا راجل قائم الأيسر وإلى خارج أرضية الملعب. فيوتشر يضيع هدف محقق دلوقتي، اهي الكرة وهي للتسديد. هيتصرف ازاي؟ جوزيف لعبها بالعرض في محاولة اقتناصها من جانب غنام محمد، ولكن ضغط كويس جدا فيها في اللقطة الماضية احمد تمساح اللي كان راجع بدافع فيها بشكل ممتاز. رجعت الكرة مرة تانية، كرة عند كريم ندفت، نقل اللعب في اليمين عمر كمال عبد الواحد، عمر بيحاول يلعب عرضية فيها خطورة، ولكن المرة دي براسه يطلع كويس جاية عن طريق اللي بيتقدم فيها من أقصى الطرف الأيسر جوزيف جوناثان نجويم، وأدي الكرة الحلوة عند أحمد رفعت يهيئها حلوة عند جوزيف عرضية حلوة، والهدف الثاني المستحق، الهدف الثاني المستحق لفيوتشر، وهدف عن طريق غنام محمد من عرضية ممتازة. أدي الكورة وأدي اللمسة، أدي رفعت وأدي جوناثان، جوزيف عدى وشوف لوحده متساب ده إزاي في ظل زحمة عددية أمام المرمى، ولكن هرب كويس غنام، وأدي الكورة من جوناثان، ضيع الأولى لكنه جاب الدنيا أسكنها على يسار عمرو حسام. 2 فيوتشر لا شيء إسترن كامباني، 2-0. محمد عبد المنعم اللي بيكسب مساحة وبياخد الكورة ولعب عند رفعت، ضغط له كده جوزيف، لعب الكرة الأمامية لجوزيف جوناثان نجويم، عرضية حلوة التالت جوزيف يعرض ومروان محسن يقابل معاها بهدف ثالث، ولا زلت عند كلمتي تقدم مستحق. ازاي يا سلام يا رفعت، الجبهة اليسرى، شوف مروان اهي الكرة، يا سلام من امام كمال ابو الفتوح، رفعت يمررها لكن تاني مرة على التوالي، وعرضية من جوزيف الى مروان محسن الذي يسكنها المرة دي على يسار عمرو حسام. 3 فيوتشر لا شيء إسترن كامباني، 3-0 في 22. افوتو يلعب الكرة في خطأ يحتسب لمصلحة نادي الشرقية للدخان من وسط الملعب، هنا في ضرب من غير كرة، حكم المباراة بيقول العب، بيشوف اللقطة هنا افوتو مع مصطفى البدري، الغاني مع مصطفى البدري، هيقرر ايه محمد الحنفي لبنجامين افوتو؟ انذار اول في المباراة في الدقيقة 24 على الغاني محور نادي إسترن كامباني بنجامين افوتو، واحدة طويلة امامية محاولة الوصول عند محمد عصام، لكن نزلت من قدام عمر كمال عبد الواحد، دهش مع الكره يا ولد، عرضيه حلوه، ولكن محمد عبد المنعم، الله مودي وجوزيف طول القامه والقوه الجسمانيه، ضغط وخد من قدامه ومحاوله مره تانية، كعب قدم جميل، وادي الكره عند صابر الشيمي، صابر يسدد، صابر ولكن يعمل التاكلينج البدري، عدت وسط متواجدين في ارضيه الملعب، بينيه جميله، انطلاقه حلوه من احمد رفعت، رفعت بص عايز يلعب عرضيه لكن وقف على الكره، هيها لجوزيف اللي يسدد، ولكن بلوك دفاعي كويس من
من دفاع إسترن كامباني. رجعت الكرة من غنام عند عمر، ولكن برافو أحمد داهش لعب الكرة لكن اتقطعت من سعد سمير. مع الكرة سعد لعبها عالية في الطرف الأيسر لأحمد رفعت، مزعج مقلق. مع الكرة رفعت بيحاول، رفعت واحد لواحد، يا ولد يا ولد يا ولد، ومروان محسن برأسه، لكنها المرة دي لرفعت صاحب الخطورة من الطرف الأيسر. رفعت مع الكرة، رفعت منتظر ظهور لزمايله، يا سلام على الوان تو جميلة بينه وبين غنام لرفعت، يا ولد يا ولد يا ولد، لكن الله يا عمرو حسام، مراوغة روعة من أحمد رفعت. باع يلعب رمية التماس في وسط الملعب، محمد حسن ضغط عليه كريم ندفد، قابل رفعت حطها كويس، دفعة من حسن لكن رفعت، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، للبدري البدري البدري، يضيع الرابع يضيع الرابع البدري. رفعت عديد عند المدافع الصلب محمد عبد المنعم، هنا تمريرة بالخطأ من غنام، وهنا مرتدة ممكن نشوف فيها هدف، وادي الكرة عصام، عصام يا راجل اقف واهدى عليها كده يا عصام. وهنا صفارة من محمد الحنفي بيعلن انتهاء شوط اللقاء الأول. سيداتي أنساتي سادتي أعزائي أحبائي في كل مكان، بتقدم فيوتشر على إسترن كامباني هنا في أرضية نظيفة. عمر كمال عبد الواحد وغنام محمد، والهدف الثالث كان بإمضاء مروان محسن. بالفعل هو التغيير الثالث في المباراة مع بداية أحداث شوط اللقاء الثاني بدلا من محمد عصام. علي ماهر اتلعب الطويلة عند أيمن، سريع مع الكرة أيمن، أول كرة يستلمها أيمن الصفاقسي، مع الكرة أيمن يلعب العرضية، يلعب العرضية عدت على القائم الثاني، هنا عند أحمد رفعت، عايز لعبت سريع المرة دي إلى كرة أمامية في محاولة للتقدم، وأدي لمسة حلوة من غنام عند عمر كمال، خطيرة خطيرة خطيرة، وسع لنفسه، لعب عرضية حلوة، يا سلام يا سلام يا سلام على المزيكا، يا سلام على المزيكا، يا سلام من رفعت إلى أيمن لصف. وأمامنا هنا غنام محمد بيصفر بعد العودة للفار، بيقول إيه؟ بيقول تسلل، بيقول تسلل أيمن لصفاقسي، لكن احمد رفعت مر فيها بشكل جميل وحطها لايمن لصلاح عاشور، كنترول ممتاز، استلامه ومحاوله، والكوره عند محمد حسن، وسع لنفسه محمد حسن، وسع يا ولد يا ولد، جوه المنطقه جوه المنطقه، تسديده حلوه من محمد حسن، مرت على يسار جنش لخارج الملعب والى ضربه مرمى وسط الملعب. موكشا وسع لنفسه جميله، حطها لصلاح عاشور، صلاح عاشور صلاح عاشور، عدى صلاح، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا صلاح، لكن تسديده بتوصل سهله عند جنش العال. وهنا كرة بينية حلوة لمروان محسن، عرضية عدت عدت فيها الخطورة لرفعت، مع الكرة مع الكرة رفعت، يا سلام يا سلام يا سلام، فعمر حسام أيمن لصفاقسي يسددها لخارج الملعب، لكن هي اتلعبت سريعة حلوة حلوة للصفاقسي، حلوة راوغ راوغ راوغ، هي الكرة ولكن ضاعت تسديدة ما ظبطتش من سعد، وصلت وصلت عرضية، بيعمل ايه بيعمل ايه، ما سددش كريم ندفد، لعب عرضية ولكن وتركز مع محمد عبد المنعم في الضربات الثابتة. وهنا أيمن لصفاقسي، وشوف هنا تسديد سعد اللي ما ظبطتش لكريم ندفد، كان ممكن يسدد لكن عايز يلعب العرضية طيارة، داهش يلعب عند محمد حسن، محمد حسن محمد حسن يلعب عرضية جوه المنطقة حلوة، محاولة صلاح عاشور ولكن خبطت، ردت مرة تانية يا راجل، حلوة الفرصة، تسديدة من صلاح عاشور، كامباني حضر في شوط اللقاء الثاني يا سادة. وهي الكورة، شوف هنا يا سلام، شوف المحاولة والتسديدة جت في راس سعد سمير، وهنا سريعة لكن ناصر الشيمي إلى صلاح عاشور إلى محمد ناصر مودي بلمسة في وسط الملعب إلى عاصم سعيد، غار اللعبة كويس جدا إلى لمسة من الطرف الأيسر، داهش يسدد، داهش على يمين جنش، فكرتها حلوة لكنها فيوتشر فاز على فرق 1-0، هزم 3-2 من الاتحاد السكندري وتعادل 1-1 على المصري. أيمن الصفاقسي استلم الكورة حطها بينية حلوة 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 حلوة، يا ولد يا ولد، لكن المرة دي طلع كويس، برافو 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 أيمن الصفاقسي، لكن هي اتلعبت غلط بشكل وحش بشكل وحش، صلاح عاشور صلاح عاشور صلاح عاشور بينيه حلوه لمحمد حسن، يا ولد حافظ عليها، وهدف اول، هدف اول مستحق الاهلي إسترن كامباني. هنا خطا اندفاعات نادي فيوتشر، جنش يمرر الكوره بشكل خاطئ، يقطعها صلاح امباني، هو محمد حسن، شوف هنا جنش حطها لصلاح عاشور اللي عدى، يا ولد راوغ راوغ لبينيه جميله لمحمد حسن، وينجح ضغط نادي إسترن كامباني بهدف اول عن طريق محمد حسن. 1-3 ومحمد حسن في الدقيقة 79. قلت لكم ان إسترن كامباني في شوط اللقاء الثاني رمي التماس اتلعبت
ستيفن سي كواميم، محمد حسن، مراوغة ممتازة لكرة عرضية من داهش، لعب العرضية داهش، استلامة السعيد لستيفن كواميم، مطالبة بلمسة يد حكم المباراة بيقول العب، هنا طويلة أمامية المحاولة، ستيفن كواميم بيحاول لكن من قدامه سعد سمير لعمر كمال عبد الواحد اللي بيراوغ محمد حسن، لمسة من الطرف الأيمن، غنام مع الكرة، غنام يلعب الكرة على الأرض لأيمن الصفاقسي لغنام لبينية جميلة، حلوة حلوة، ممكن الرابع، ممكن الرابع، لكن موكشا يضغط وفيها راية مرفوعة، تسلل، ضربة حرة غير مباشرة. اللي كان بدأ في نادي الشمس وكان لعب في صفوف النادي الإسماعيلي وإعادة للكرة، ثواني تفصلنا على انتهاء التسعين دقيقة من عمر وأحداث المباراة، وهنا بالخطأ من محمد حسن لأيمن الصفاقسي، هرب 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 هرب، أيمن أيمن أيمن، عرضية مين مكمل، عدت من قدام موكشا، وهنا أحمد رفعت بينتظر، محدش كان مكمل، لكن يلعب لمحمد حسن لكن يقطع غنام، غنام إلى ناصر ماهر، ناصر مع الكرة، ناصر على يمينه أيمن الصفاقسي وعلى شماله، هنشوف هيلعب إزاي ناصر، ناصر يعلي واحدة بالراس، كان ممكن تبقى في المرمى ولكنها إلى جوناثان، يمرر الكرة الأمامية في منتصف الملعب إلى ناصر ماهر، يلعب واحدة عالية طويلة حلوة البينية حلوة، أيمن الصفاقسي ممكن الرابع، ممكن الرابع، ممكن الرابع، ولكن عمرو حسام لسه الكرة فيها، لسه الكرة فيها، يهيئها والرابع، الرابع لفيوتشر، الرابع لفيوتشر، من ناصر ماهر إلى أيمن الصفاقسي، ومن أيمن إلى رفعت، يكلل جهوده في المباراة، أربعة فيوتشر، واحد إسترن كامباني، أنت انتصار عريض ومستحق لفيوتشر، يا سلام يا سلام، 4-1 يبصم على الهدف الرابع، هو احمد رفعت، ادي ايمن وادي رفعت، قرر وخد القرار على يمين عمرو حسام، 4-1، والله صعبان عليا يا عمرو، عملت اللي عليك، ولكن من ايمن الى احمد رفعت، لكن الباص 4-1، اتلعبت الكورة، ادي الكرة الامامية طويلة ولكنها لخارج الملعب وإلى ضربة مار وإلى رمي التماس، ولكن معها صافرة النهاية، إسترن كامباني 1 فيوتشر 4.